ويسعدني ان يكون معايا النجمه الكبيره المتالقه دائما رانيا يوسف، وحصريا لاول مره على الشاشات ابنتها الجميله نانسي. بقول لكم طبعا منورين الدنيا. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي نانسي، منوره. ميرسي، انت عسوله زي نانسي عجرم. ميرسي رانيا، بقول لك طبعا الفيلم واضح ان هو جامد جدا، تقولي ايه بقى عن دماغ شيطان والشغل الحلو اللي عملتيه فيه؟ مبسوطه بيه، وان شاء الله يعجبهم الفيلم باذن الله. واول تعاون بيني وبين كريم اسماعيل مخرج شاب، اول ما اول فيلم بالنسبه لي، اول فيلم ليه بالظبط. وتاني او تالت تعاون بيني وبين باسم سمره وسلوى خطاب. وفيلمك اللي جاي كمان مع باسم سمره، صندوق الدنيا. صندوق الدنيا ومع خالد الصاوي وصلاح عبد الله. فعلا ترتاحي بالتعاون مع باسم سمره؟ طبعا، محترف، موهوب، شاطر، عفوي، او انا بحبه يعني، في بيننا كيمياء حلوه.